السادة المشاهدين، أول حاجة أنا حابة إن أنا النهاردة أقول لكم إنه تحيا مصر لفت نظري الأول خالص بفيديوهاته الخطيرة، البروموهات اللي بيعملها، لأن ما شفتش في حياتي حد بيعمل بروموهات كده، وأنا بقالي 22 سنة في المهنة وفاهمة يعني إيه مونتاج ويعني إيه تصوير ويعني إيه برومو ويعني إيه كاميرا ويعني إيه إضاءة ويعني إيه كل حاجة. لما شفت انبهرت، ولما شفت بقى علاء معاهم لقيت انه الموضوع حلو قوي وبيسالوه اسئله جامده، وانا بحب اللي ما يطبطبش عليا في الحوار، لان انا بحب دايما بحس انها لعبه، يعني انه حد يسالني جامد وانا ارد وكده، بحس انه انا قاعده بلعب حاجه حلوه. فلما كلموني قلت لهم جدا جدا وعايزه اجي، وفعلا جيت، والنهارده حاسه ان انا يعني ما ندمتش على انه موافقتي. طبعا يعني انا بالعكس هم عملوا لي اضافه باسئلتهم الحلوه. وبعدين خلي بالكم مش موضوع اسئله، اي حد ممكن يمسك ورقه ويسال اسئله، موضوع مهنيه وشطاره اللي بيحاورك او الصحفي او الاعلامي اللي قاعد انه يعرف يخرج اللي جواه ازاي. انا النهارده في حاجات خرجتها عمرها في حياتها ما خرجت، وده ختم ان هم اقوياء يعني. شكرا استاذ ربنا. شكرا شكرا ليك.